خبر عظيم الحقيقة، وانت بتتكلم بقى على الأسواق وعلى السلع وعلى أي ممارسات احتكارية وعلى مسألة بقى يعني حجب السلع، الاتفاق بشكل مباشر وغير مباشر، فبالتالي يبقى فيه الاحتكار، فيبقى الضحية هو المستهلك في نهاية الأمر. النهاردة البنك الدولي مع شبكة المنافسة الدولية أعلنوا عن منح جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري جائزة شرفية عن مجموعة من الإجراءات والمبادرات اللي خدها الجهاز لدعم سياسات المنافسة ومواجهة الممارسات الاحتكارية في أوقات الأزمات. تم الإعلان عن فوز مصر بالجائزة دي في المسابقة اللي كان موضوعها التجارب الناجحة في مراحل التخطيط والتنفيذ ومتابعة استراتيجيات دعم المنافسة في أوقات الأزمات، وإحنا طبعا في وقت أزمة، فإزاي جهاز منافسة يعني منع الممارسات الاحتكارية قدر إن هو يلعب دور مهم في تنظيم هذه المسألة. معانا على تليفون دكتور محمود ممتاز، رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. برحب بحضرتك معنا دكتور محمود، مساء الخير وألف ألف مبروك يا فندم. مساء النور يا فندم، الله يبارك في سيرتك، مبروك لمصر. اهلا وسهلا بحضرتك دكتور محمود. يعني كلمنا بقى عن أهمية الجائزة دي وحيثيتها، ايه الأسباب اللي تم بناء عليها إعطاء هذه الجائزة للجهاز؟ تمام يا فندم. هو طبعا جهاز حماية المنافسة بيلعب دورين أساسيين أو ليه ركنين أساسيين بيقوم عليهم. ركن هو الإنفاذ القانوني، وهو الممارسة الاحتكارية بأشكالها المختلفة وما إلى ذلك، وركن آخر هو سياسات المنافسة، هو إنه إذا كان هناك سياسات عامة في الدولة تؤدي إلى دعم المنافسة بشكل مباشر أو غير مباشر. هنا الجائزة بتقامت على فكرة أساسية وإحنا كنا بصين عليها في وقت الأزمات، وإن إحنا بنبص على أن أكبر مشتري في أي دولة هي الحكومة. وبالتالي كان بنتكلم على ارقام ان الدول بشكل عام بتستثمر بحوالي 15% من الناتج المالي الناتج المحلي، فبالتالي هو ده اكبر زي ما بيقولوا نسبه لازم نبص عليها ونتاكد ان هناك كفاءه في عمليات الانفاق. وهنا بنبص من منظور التواطؤ في عمليات المناقصات والمزايدات، فبالتالي الجهاز هنا حط استراتيجيه وهي بتقوم على ثلاث محاور رئيسية، وهي أول محور وهي فكرة دعم ثقافة المنافسة، وهي فكرة إن إحنا من زمان من 2009 ولكن في مؤخرا برضو كملنا تدريب كافة مسؤولي المشتريات الحكومية في كافة المحافظات وكافة الهيئات على كيفية آلية وضع المناقصة أو المزايدة بشكل تنافسي، وايضا كيفيه الكشف اذا كان هناك حاله من التواطؤ من المتناقصين على سبيل المثال اتفقوا مع بعض على رفع الاسعار. والشق الثاني او المحور الثاني اللي اشتغلنا عليه هو فكره دعم سياسات المنافسه، وهنا فكره ما يسمى بالحياد التنافسي، وهنا كان مجلس الوزراء الحقيقه كان معانا في فكره ان احنا ارسلنا برضو كتاب دوري لكافه الهيئات الحكوميه لضمان الحياد التنافسي وعدم التمييز ضد اي شركات، وده برضو بالتزامن مع عمل كتاب دوري مع هيئة العامة للخدمات الحكومية في كيفية عمل كتاب إرشادي لكافة برضو الهيئات الحكومية. وثالث محور طبعا هو فكرة إنفاذ القانون، وهنا فكرة إن احنا اشتغلنا على عدد من القضايا في هذا المجال، والحمد لله ربنا قدرنا وعرفنا نكشف عدد من الممارسات الاحتكارية. طب هو السؤال بقى دكتور محمود، يعني لما الجائزة دي وأهميتها وعلاقة ده بقى بالاقتصاد المصري والاستثمارات المحلية والأجنبية، وندي صورة طبعا ان في شفافية وفي اجراءات مهمة يعني بتتم زي ما حضرتك شرحت دلوقتي، ده ازاي بينعكس او ازاي بيسمع في ده؟ ايه النهارده لو بنتكلم الدراسات بتتكلم ان الممارسة الاحتكارية ممكن تزيد من سعر السلع والخدمات بنسبة 50%. تمام. عشان نترجم الكلام ده بكلام مبسط، يعني النهارده لو كانت الدوله تقدر كانت بميزانيتها تقدر تبني مدرستين، هي مش تقدر تبني غير مدرسه واحده. في ظل ممارسه احتكار. فبالتالي النهارده لما حضرتك بتبداي تركزي على هذه الاليات بتبداي يكون هناك وفر، فبالتالي هذا الوفر ينعكس على المواطن بشكل ما او باخر في المناقصات والمزايدات، وبينعكس على كفاءه الانفاق. فده من وجهه النظر الحكوميه. وجهه نظر المستهلك النهارده الممارسه الاحتكاريه بشكل عام
هي ممارسه ممكن تكون ممارسه اقصائيه للمنافسين يطلعوا بره السوق، فبالتالي حجم العرض يقل والطلب طبعا زي ما هو فالسعر يزيد. يرتفع، فبالتالي هنا المواطن هيكون هو يعني زي ما بيقولوا فريسه لهذا الامر، فبالتالي هنا اجهزه المنافسه في العالم كله بتتصدى لتلك الممارسات الاحتكاريه، فبالتالي مش كل زياده في السعر هي يعني نتيجه ممارسه احتكاريه، ممكن تكون نتيجه اسباب عديده، ولكن الجهاز بيختص دائما اذا كان هناك زياده في السعر بسبب او بنتيجه ممارسه احتكاريه ان هو يقف على اسباب تلك الزياده. تمام. وبالتالي هنا الجهاز بيضع بعض الاليات، مثلا هناك اداره متخصصه اقتصاديه بترصد عدد من السلع والقطاعات المعينه اللي بيشوف دايما الجهاز ان فيها نوع من التركز الاقتصادي او من ذلك، عشان يقدر يقف على او يتحرك بشكل استباقي في حالات زياده الاسعار اذا كانت نتيجه لممارسه. وضحت يا فندم، وضحت. كل الشكر لحضرتك وكل التوفيق ان شاء الله دكتور محمود ممتاز، رئيس مجلس اداره جهاز حمايه المنافسه ومنع الممارسات الاحتكاريه.